ونأتي إلى قصص جميلة ورائعة من قصص السلف في الجار. تروى قصة بطلها رجل يسمى محمد بن جهم، وهو جار لسعيد بن العاص، عاش سنوات ينعم بجواره، وعرض محمد بن جهم داره هذا للبيع، عرضها ب50,000 درهم، وحضر الشهود ليشهدوا، فقال قال بكم تشترون مني جوار سعيد بن العاص؟ يعني يقول لهم أنا لا أبيع داري، أنا أبيع الجوار، يعني هذه القيمة التي أعطيتها لداري هي ليست لداري، هي لجاري. فقالوا إن الجوار لا يباع، وما جئنا إلا أن نشتري الدار. فقال فكيف لا يباع، فكيف لا يباع جوار من إذا سألته أعطاك، وإن سكت عنه بادرك بالسؤال، وإن أسأت إليه أحسن إليك، وإن هجته عطف عليك. فبلغ ذلك الكلام جاره سعيد بن العاص، فبعث إليه ب100,000 درهم وقال له أمسك عليك دارك. فيا سبحان الله، هذا الجار عرض بيته ب50,000 لجوار سعيد بن العاص، وعندما سمع سعيد بن العاص بهذا الأمر إذا به يعطيه 100,000. إذن انظر لكي لا يبيع داره ويصبح ويستمر أيضا جارا له.